الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مصدر في وزارة النفط الحالية إن سياسة العراق المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط هي الالتزام الكامل بكميات الإنتاج المقررة للعراق وتصدير حصتها الكاملة المعلن عنها ضمن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول. وأكد المصدر أن وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار يسعى إلى فتح حوار مع أوبك من أجل إعفاء بغداد من مسألة تخفيض كميات التصدير لوجود طلبات متكررة من بعض البلدان الآسيوية على النفط العراقي. في المقابل قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية سومو علاء الياسري إن هناك منافسة بين العراق وروسيا في السوق الآسيوية، لكن وجودها لن يؤثر على إنتاج العراق. ضبطت هيئة الجمارك 4 شاحنات تحمل مواد مخالفة في شمال العراق. وقالت الهيئة إن مديرية جمرك المنطقة الشمالية متمثلة بقسم التحري ومكافحة التهريب تمكنت من ضبط 4 شاحنات محملة بإسمنت أبيض ودجاج مجمد وألبان متنوعة وسجاد ميكانيكي مخالفة للشروط والضوابط النافذة. وأضافت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بعد أن تمت عملية الضبط بالتعاون مع شرطة الجمارك. قال موقع ترايد ماب إن مواد القمح والألبان تعد من أهم الاستيرادات العراقية من أستراليا خلال عام 2021. وذكر الموقع أن العراق استورد من أستراليا خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة مالية بلغت 26,957,000 دولار، مبينة أن نمو الاستيرادات انخفض من أستراليا بنسبة 35% ما بين عامي 2017 إلى عام 2021. وأضاف أن الحنطة جاءت أولا في استيرادات العراق من أستراليا، حيث استورد القمح منها 10 مرات في سنة 2021 وبقيمة بلغت 16 مليون دولار، تليها منتجات الألبان وبيض الطيور والعسل الطبيعي. تعتزم الحكومة الألمانية ضخ نحو 8 مليارات يورو في أكبر شركة طاقة لديها يونير كجزء من خطة تاريخية لتأميم الشركة التي تهدد بانهيار قطاع الطاقة في ألمانيا. وقالت يونير إن تفاقم أزمة الطاقة في ألمانيا وانقطاع مواد الطاقة الروسية كانا سببين في ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية، الأمر الذي كبدها خسائر مالية كبيرة وجعلها تحتاج لمساعدات مالية خارجية. وأكدت الشركة أنها تجري المناقشات النهائية مع الحكومة الألمانية بشأن حزمة المساعدات التي تتضمن زيادة رأس مالها بنحو 8 مليارات يورو تدفعها الحكومة بالكامل. قفزت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش، ما يشكل تصعيدا للحرب في أوكرانيا ويثير مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 92 دولارا و90 سنتا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 دولارا و16 سنتا للبرميل. وعلى جانب العرض، تراجع إنتاج أوبك بلاس إلى مستوى قياسي بلغ 3,580,000 برميل يوميا، نتيجة لم تلامس أهدافها، ما يكشف ضيق العرض الأساسي في السوق. بالمقابل، من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما زاد من مخاوف المضاربين في بورصة النفط ورفع أسعاره. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز برعاية الله.